السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ترتبط العطلة الصيفية في أذهان العديد من الأسر بالفراغ الذي يعاني منه الأبناء، وترتبط لدى البعض ببعض العادات السلبية التي يكتسبها الأبناء المراهقون نتيجة الفراغ ورفاق السوء. وهنا يبرز الحديث بقوة عن ضرورة البحث عن محاضن تربوية خلال الإجازة الصيفية، تجنبا لمجموعة من الآفات وتجنبا لهدر الطاقات أيضا خلال مدة طويلة من العطلة الصيفية. الحديث هنا أيضا يبرز بقوة عن المخيمات الصيفية، ونتساءل في هذه الحلقة عن الأدوار التربوية للمخيمات الصيفية، سؤال نفصل في محاوره في هذه الحلقة. ويسرني أن يكون معي فيها الأستاذ كريم الشرقي محسن، وهو المدير التنفيذي للجامعة الوطنية للكشفية المغربية وخبير تربوي. أهلا وسهلا بك أستاذ الشرقي. مرحبا، بارك الله فيك. طيب أستاذ، قبل أن نفصل في الأدوار التربوية للمخيمات الصيفية، ونبدأ أستاذ محسن مع الأدوار التربوية أو بتعبير آخر المكتسبات. يعني أسرة إذا اختارت أنها ترسل ابن ديالها أو البنت ديالها المخيم منظم صيفي، ما هي المكتسبات وما هي الجوانب التي يتم الاشتغال عليها خلال المخيم الصيفي؟ سيدتي، أولا شكرا على الدعوة الكريمة، ثم الشكر الموصول لاختيار الموضوع وطبيعة الموضوع، لأنه حقيقة في كثير من الأحيان نغفل التطرق إلى بعض القضايا التي لها ارتباط وثيق بصيرورة الأسرة. صحيح. عندما نتكلم على المخيمات نتكلم على مؤسسة قائمة الذات، مؤسسة مساعدة، مؤسسة مكملة للدور التربوي الذي يمكن أن تلعبه الأسرة. فأنا ربما لن أبالغ إن قلت بأنه شبيهة بمؤسسة المدرسة، بكون على أنه تساهم بشكل كبير جدا في تكملة مجموعة من الأساسيات التي طبعا سوف نفصل فيها. هو حقيقي أن يعني شبيهة بالمدرسة، لأن لماذا لا نتحدث على المخيمات الصيفية في طوال السنة ونتحدث عنها في الإجازة الصيفية؟ لأن الدور الذي كانت تقوم به المدرسة كمحضن تربوي يغيب في الإجازة الصيفية، فنبحث عن بديل لهذه المحاضن التربوية من خلال طبعا هذا شيء أكيد. المؤسسة الأسرة طبعا لها أساسياتها ولا أدوارها، لكن طبعا نحتاج إلى مؤسسات اجتماعية أكيد. مساعدة ومكملة يجب أن تلعب الدور ديالها الطبيعي، باش يمكن مفهوم التنشئة الاجتماعية هنا تنضج وتكبر وتتولي المعالم ديال التربية هي شاملة لجميع المجالات. فعندما نتكلم على المخيمات الصيفية نتكلم على مؤسسة اجتماعية بامتياز، لأنه الأساسي في تربية الأبناء ديالنا في الحياة الاجتماعية بصفة عامة هو أنهم يتملكوا المهارات الاجتماعية، وهذه المهارات الاجتماعية ما يمكننا نوجدها إلا في المجالات المفتوحة، في المجالات اللي فيها الالتقاء، نعم. فيها التنوع، فيها التعدد، فيها يعني أنماط كثيرة من البرامج، أنماط كثيرة من السلوكات الإيجابية المختلفة. فهنا المخيمات تتلعب هذا الدور، وبكل صدق عبر ممر السنين، يعني تنتكلموا من بداية الأربعينيات فين بدأوا المخيمات في المغرب، نعم. لعبات هذا الدور، وبل أنها لعبات في دور يعني قديم، يعني دور بطولي، كونات رجال ديال المستقبل ومسؤولين، وبدون مبالغة الآن تنتكلموا على مجموعة من المسؤولين في مناصب كبيرة مروم المخيمات واستفدوا، هي اللي عطاتهم هذيك الكاريزما وديك الشخصية باش يمكن لهم مفهوم القيادة إن صح التعبير، باش يمكن لهم على أنهم يكونوا ناجحين في العمل ديالهم. فتنشوف على أن هذا الدور الاجتماعي نبقاو في هذا الدور الاجتماعي استاذ، لان داخل الاسره غالبا كاين محضين، كاين حمايه زائده معينه، كاين نمط واحد من الناس يفكرون تقريبا بنفس الطريقه، لديهم نفس العادات، نفس ردود الافعال تقريبا. يعني الاسره كيكون العناصر ديالها كلهم عندهم واحد سمه معينه، واحد البصمه معينه، فعلى هذا كيجعل صعب على الانسان ملي كيخرج للبيئه وحده اخرى انه يقدر يتفاعل مع الناس، كيظن بان المجتمع هو ديك الصوره اللي شاف في الاسره ديالو. ملي كيخرج للمخيم الصيفي وكيوجد ناس مختلفين، يعني
أطفال في حاله أو يافعين في حاله أو شباب في حاله، لكن من أسر مختلفة اللي يمكن قيمها مختلفة واللي أنماط الحياة واختياراتهم في الحياة مختلفة، وكيكون مطلوب منه أنه يعيش معهم وأنه يكون إيجابي في التعامل معهم. فهذا شنو كيبني، شنو كيبني لنا عند هذا الطفل؟ سادتي تكلمتي على واحد الجانب أساسي جدا، احنا خصنا غير نميزوا بين جوج ديال الحويجات، على أن الأسرة راه ما يمكنلاش تلعب الدور الكامل ديال التربية. أكيد الأسرة دائما تنقولوا أن هي هذيك البذرة الأساسية اللي خصها تزرع، طبعا خصها تزرع في الأسرة لأنه هو المحضر الأساسي ديال التربية. لكن مجالات التنشئة الاجتماعية، مجالات الارتباط الاجتماعي، مجالات الآفاق المفتوحة للطفولة ديالنا والشباب ديالنا باش يمكن لهم يستمروا في التجارب ديالهم وفي القيادة ديالهم اللي هي احنا تنبغيوها للمستقبل، لأنهم هم اللي غيكونوا المسؤولين للمستقبل. فما يمكن لا إلا تكون في فضاءات اللي هي فيها علاقات اجتماعية. داكشي على سيدتي ملي تنتكلموا على المخيمات تنتكلموا على بزاف ديال الأشياء. أولا تنتكلموا مثلا على برنامج مختلف متنوع، فيه معالم كثيرة، فيه مجالات كثيرة، فيه الجانب البدني، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب الترفيهي، الجانب النفسي، الجانب العلائقي. إذن هذه كلها أشياء، وأشياء ليست نظرية. هذا هو الجانب الإيجابي، أن أشياء مهاراتية تطبيقية ممارستية عملية على أرض الواقع، بمعنى اكتساب هذا السلوك تيتم بواحد الشكل اللي هو جميل جدا، ماشي فقط بالتنظير. يكفي على أنه الطفل أو اليافع راه دوز سنة في المدرسة تلقى مجموعة من الأشياء نظرية، فالمفروض أن المخيم يلعب هذا الدور العملي الميداني فمن خلال البرامج. ثم من خلال مثلا ممكن نتكلموا مثلا على اكتساب المهارات والعلاقات الاجتماعية، فالأطفال وحتى الأطر وحتى المسؤولين فهم يمكن تكونوا من مدن مختلفة. أكيد. ثقافات مختلفة، معالم مختلفة، فهذا السبيل ديال إدراك هذه العلاقات الاجتماعية فتعطيه واحد الإشباع مهم بزاف لتلبية الاحتياجات ديال ذاك الطفل، فتتعلم مجموعة من الأشياء اللي يمكن لها تعطيه هذه القوة. ناهيك على بعض الأمور اللي يمكن لها تكون، فمثلا المخيمات عادة ما تشتغل بنظام المجموعات الصغرى، ونظام المجموعات الصغرى متعارف عليه هو تلعب واحد الدور بارز ما يمكنناش نخفيوه، تعلم الولادات ديالنا الديمقراطية منذ الصغر. أكيد. فداخل مجموعة صغرى أحادي الرأي كيعرف بأنه كاين آراء أخرى اللي قد تختلف، كاين ثقافة الإنصات، ثقافة الاستماع، ثقافة فهم الآخر، تدبير الاختلاف. هاد المعالم دابا حنا تنتكلموا عليها الان اللي هي معالم جديده في علم التواصل، فالطفل تيتعلمها منذ الصغر. فمثلا الديمقراطيه فمجموعه صغرى فيها 6 ولا 10 ولا 12 ديال الناس راهم عندهم مهام، وتيختاروا المسؤول ديالهم فيما بينهم، وتيكونوا ملزمين على انهم احترام القرارات ديالو، وتكون التداول، وتتكون الاجتماعات، وتتكون هذاك النوع من النقاش. اذا هاد السبيل الى فتح هاد الباب ديال النقاش هو اللي تيمكن له يزكي القدرات الداخليه، وتيمكن لنا نثقوا في الابناء ديالنا في المستقبل من ناحيه من هذا النواحي. جميل جدا. غادي نبقى مع كلامك من البدايه استاذ الشركي. تكلمتوا في البدايه على ان المخيم هو برنامج، هو خطه عمل فيها مجموعه هاد الاشياء. العلم الاشياء اللي حنا كنعانيوها، اللي كيعانيوها الاسر عموما في الاجازه الصيفيه، هو ان الوقت ديال الابناء كيكون عشوائي. ما كيكونش اوقات الاكل في وقتها، ما كيكونش اوقات، يعني اشياء كثيره عشوائيه كيوجدوا معها صعوبه في بدايه الدخول المدرسي. كيوجدوا ان قيم النظام اللي هما تعلموها من قبل ما بقاتش كاينه، لان الاسر كيصعب عليهم انه هما يوضعوا هذه خطه عمل، لان في الغالب كتكون العطل الصيفيه مشتركه في مده قصيره، هي اللي كيسافروا مع بعضهم، او كتكون مده اخرى اللي الاباء كيشتغلوا. فملي تكلمتي على خطه عمل، ما رايكم يعني كغايه تربويه ان يفهموا الابناء ديالنا اننا نشتغل وفق خطه عمل؟ اذا عندنا خطه عمل في مقابل فراغ، وحنا كنتكلموا الان على ادوار ديال المخيمات الصيفيه. تكلمنا في هذه النقطه، هذا من الاساسيات التي يوفرها المخيم بشكل تلقائي، وبشكل التي يخلي الطفل يندمج في المخيم بواحد الشكل اللي هو توا باغي. لانه ملي تنقولوا المخيم فيه المتعه، طبعا فيه المتعه، راه الوليدات يبغيو يمشيو للشاطئ، تيبغيو يلعبوا، تيبغيو، هذه اشياء اللي وضروري ان المخيم كمؤسسه يوفرها. اكيد. وما بين الافاده، والا ما غيختلفش على المدرسه اللي هو العام. وما بين الافاده على ان تمرير رسائل، تمرير خطابات، تمرير سياقات اجتماعيه، علائقيه، روحيه،
حتى المعالم ديال التربيه الدينيه تتنشا في المخيمات، الحفاظ على الصلاه في اطارها الجماعي والتنافس والتنافس من اجل التاديه ديال الواجبات، فهذه واحد العوامل اللي هي اساسيه. فالطفل عاده عندما يرى ان هناك محفزات وهناك اشياء مهمه فانه ينضبط للبرنامج. فملي تنقول له مثلا راه عندك واحد البرنامج في العشرة اللي فيه سباحه وفيه العاب وفيه الى اخره، ولكن الاستيقاظ راه في 7 صباحا، فهو تيكون متحفز لان يستيقظ في 7 صباحا. لكن بالعكس كيف تفضلتي سيدتي، ملي تيكون البرنامج عشوائي فما تيخضع لحتى شي نظام. في البيوت في الغالب هذا كنعاني منه في البيوت. تنهضروا على البيوت، تنهضروا على الطفل ملي تيكون مع الاسره ديالو، ما تيخضع حتى شي نظام. بالعكس حنا الاسر ديالنا وللاسف هذه بعض العادات اللي تنعتبرها سيئه، ملي تيجي المخيمات عاد تنفكروا دابا خصنا نعسوا الى اخره، فما تنخضعوش لواحد النظام. يمكن نستافدوا من اوقات النوم اكثر، حنا متفقين، ولكن تكون خاضع لواحد النظام، واحد البرنامج، واحد الخطه، باش وهذه اساسيه جدا وحنا تنعانيو فيها في المراكز ديالنا وفي اللقاءات ديالنا وفي الاستشارات ديالنا، باش الانتقال من محطه لمحطه تيكون واحد الانتقال مرن. فحنا الطفل اللي اخر لحظه مازال غدا غيدخل للمدرسه ومازال عنده البرنامج في واحد السوء ديال التدبير، فملي تيدخل تتختلط عليه بزاف ديال الامور. طيب اذا هنا كتشوفوا ان الاطفال اللي استفدوا من مخيمات صيفيه كيكونوا اكثر استعداد على الدخول المدرسي من غيرهم؟ طبعا طبعا، لان المخيم المدرسي، المخيم عفوا، تيلعب هذا الدور انه تيخليك انت في العطله لكن منظم من الناحيه النفسيه، راك في العطله، ولكن من الناحيه العلاقيه الاجتماعيه انت خاضع لواحد النظام اللي انت قبله انت باغي، فهذا تيأهلك على انك تتاقلم على انك انت تنظم الاوقات ديالك. فاحنا تنهضروا حتى على اداره الوقت وعلى تنظيم الوقت للاطفال، هذه واحد المهاره اللي تيتعلموها. فملي تيرجع للمنزل ديالو فهو تيتعلم بعض الحويجات، ويا ريت على ان الاباء والامهات يمكن هما تيتبعونا الان انهم يستافدوا من هذه التجربه، انهم يكونوا على اطلاع على برامج المخيمات وعلى الطريقه كيف تدار البرنامج، ويمكن الاستفاده منها كذلك داخل البيوت، لما لا؟ في هذه النقطه استاذ الشرقي، هو ان تكلمتوا على ان الاطفال واليافعين والشباب ينضبطوا المخيم او البرنامج المخيم، ولو ان فيه استيقاظ باكرا، فيه جهد في اليوم، لكن منضبطين وفرحانين لان جميع الامور تتم في اطار المتعه. حتى الاشياء اللي كيتلقاوها كتكون في اطار المتعه. الى اي درجه يمكن يكون المخيم هو وسيله لاكساب حتى الاباء داخل البيوت اسلوب تعلم حديث؟ يستفدوا من انشطه ان التعلم باللعب والتعلم يعني يستفد منه حتى الاباء ماشي الابناء فقط. هي الرساله اللي تتوجه للابناء داخل المخيم يمكن مقصود بها الابناء، ولكن هي رساله غير مباشره للمنظومه ككل. جميل. لان الابناء ملي تيرجعوا للمنزل ديالهم راه تيرجعوا بمعالم، لان المفروض حنا الاباء دائما ملي تيتكلموا معنا في المنظومه ديال المخيم تيقول لك راه ولدنا تغيا، راه ولدنا تحسن، راه ولدنا شي حويجات الى اخره مهمه في الحياه ديالو. فهذه بعض الامور التي يتم التركيز عليها داخل المخيمات من اجل ابقاء الطفل او اليافع على تلك المهارات حتى من بعد. لان ماشي هي مرحله ديال المخيمات وغادي نرجعوا، هي واحد الثقافه، هي واحد الفكر اللي خصو يتملكوا، اللي خصو ينعكس ماشي غير ماشي داخل الاسره، ولكن على الحياه الاجتماعيه ككل. هذا هو الهدف التربوي للمخيم. حنا بغينا كذلك ينعكس على الحياه الاجتماعيه، بغينا على انه هذه المهارات هي تطور من الشخصيه ديالو، ويولي عنده هذيك الصيغه القياديه، هذاك الانسان المسؤول اللي عنده بعض المعالم اللي هو متملكها ولكن تيمارسها على ارض الواقع. فلهذا حنا تنبغيو المخيم كذلك يكون رساله كذلك للاباء. فملي تيرجعوا على ان في بعض الاحيان تيولي الابن ينبه الاباء لبعض الثغرات وبعض الاساليب الغير منضبطه اللي في اللي في اللي في. جميل. وحنا كنتكلموا على الاباء وعلى الاسر وعلاقه الامر بالمخيم، لعل اللي كيشاهدنا الان كثير من الناس يكون عندهم فكره ايجابيه على المخيم وعارفين الادوار التربويه، لكن كتكون الحيره في المعايير باش يختاروا مخيمات. كاين مؤسسات رسميه اللي كدير تخييم، كاين مؤسسات مجتمع مدني اللي كدير تخييم، كاين مؤسسات الاجتماعيه التابعه للوزارات اللي كدير تخييم، وكل مخيم كيختلف على الاخر. بالنسبه للاسره كتقلب على مخيم الابن ديالها ولا البنت ديالها، شنو هي الاشياء اللي تسال عليها والاشياء اللي لابد انها تتاكد انها موجوده قبل ما تسافر الابن ديالها؟ هذا سؤال مهم بزاف سيداتي، لانه في كثير من الاحيان، انا غنبدا بالجانب النقيض، نسالوا على اشياء اللي هي ثانويه وتقدر ما تعطيناش انطباع ايجابي على المخيم. نعم. مثلا في بعض الاحيان الله يحسن العوان الاسر تيسالوا على الجانب المادي المالي. نعم. فمثلا تيشوفوا المخيم اللي التكلفه ديالو اقل،
اللي يمكن هو بالنسبه لهم، او بعض الاحيان تيجينا وليد او بنيته تقول لك راه صاحبتي راه غتمشي في المخيم الفلاني بغيت نمشي معها، تقول لها سيري مع الصديقه ديالك بدون ان نسال على هذا التفاصيل. ما كتكونش معايير دقيقه. هذه جوج ديال الحويجات اللي تنستعملوهم بالفطره، هذه فرصه ان تنبهوا فيها الاباء لانه ماشي بالضروره يمكن يعطيونا بعض النتائج ولكن نسبيه على كل حال. نعم. احنا تنحتاجوا في المخيم في الاساس ان نطلع على البرنامج. برنامج عندنا هذه الثقافه هذه. أن نسأل الجمعية أو المنظمة أو النادي أو كيف ما كانت والأمر ممكن يعني المؤسسات ممكن. عادي أنهم يعطوا برنامجهم للأسر. شوف الوزارة الوصية والقطاع الوصي تيديروا المجهود ديالهم والعمل ديالهم، ومن بعد ملي تيتم توزيع المخيمات يعني الأجهزة اللي غتستافد من المخيمات يعني الجمعيات فهي مطالبة بشروط، وهذه الشروط راه يتم التنصيص عليها في مشروع بيداغوجي مقدم لدى الوزارة الوصية باش يمكن لك تاخذ المخيم حتى تتمر من مجموعة الأشياء، ومن بين الأساسيات ديال المشروع أن يكون لك برنامج متوازن يراعي الخصوصيات والمراحل ديال يعني المراحل السنية ديال المشاركين في المخيمات. طيب وبالنسبة لك أستاذ محسن يعني شنو هي المعايير في برنامج اللي بالنسبة لك هذا غيكون برنامج شمولي وبرنامج ينفع يعني تربوي غادي يحقق الأهداف ديالو؟ هما الاختلافات غادي تكون لأن كل مجموعة فين كتشتغل، لكن الشيء المشترك بين جميع المخيمات أو الأشياء المشتركة اللي ينبغي أن تكون حاضرة في البرنامج. طيب عندما نتكلم على البرنامج نميز ما بين نوعين من البرنامج. كاين هناك برنامج قار يجب ان نطلع عليه، هو البرنامج اليومي الغير المتغير اللي تتكرر كل نهار، المواعيد ديال الاستيقاظ، المواعيد النظافه، المواعيد الاكل، المواعيد الصلاه، المواعيد ديال البرنامج. وعندنا البرنامج العام اللي هو برنامج اللي هو تيكون متنوع ومتغير. الاساسي في البرنامج ان يكون متنوعا. نعم. ان يكون ضاما لمجموعه من المجالات الاساسيه. فاحنا مثلا داخل يوم واحد، احنا تنقولوا داخل يوم واحد يجب ان نجد برنامج للمتعه وبرنامج اجتماعي وبرنامج ثقافي وبرنامج رياضي وبرنامج اللي فيه سلوكات، وهذا امر بسيط. راه المتخصصين في المخيمات راهم تيعرفوا هذا الشيء. تنويع يعني مطلوب في المخيمات. أكيد. في اقل من دقيقه بغيت نعرف منكم اهم شروط اللي ينبغي ان تكون في المؤطر لان وقت الحلقه انتهى. طبعا المؤطر طبعا عاده هناك شروط استباقيه تحددها الوزاره المعنيه وهي ملزمة الجمعيات على احترامها، إما أن تكون له شواهد متقدمة لوزارة الشباب والرياضة إذا خاض لتكوينات معينة، تكون عنده تدريب متقدمة في الحركة الكشفية بناء على المجال اللي تيشتغل فيه. إذا يعني المعرفة والإلمام الأكاديمي خصو يكون عنده هذا بالتأكيد. ثم أن يكون أن نسأل على طبيعة الجمعية وطبيعة المؤطرين وطبيعة الاشتغال ديالهم طيلة السنة، لان نعم. هذه من الاشياء اللي تنحبدو يمكن نشيروا لها باختصار على ان الطفل حب هذا انه يشتغل مع تلك الجمعيه طيله السنه. المخيم ما هو الا تتويج للبرنامج السنوي، انا داك تتكون عنده فكره عامه على سير البرنامج، بنى علاقات مع الاطفال ومع الاطر، تيبقى فقط الاندماج مع العالم الخارجي. اذا كانت الرساله النهائيه هو ان يحرصوا الاباء على ان ينخرطوا ابنائهم في مع الجمعيات المجتمع المدني التربويه طيله السنه باش يكون فعلا المخيمات هي تتويج البرنامج التربوي السنوي. استاذ كريم الشرقي محسن المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للكشفية المغربية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة بحول الله. إلى اللقاء.